وهذا السائل يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن آخذ عمرة عن والدي المتوفى، ومن أين أحرم العمرة مع العلم بأني مقيم الآن بمكة جزاكم الله خير؟ يجوز أن تأخذ عمرة لوالدك ما دمت اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام، يجوز أن تعتمر عن والدك، وإذا كنت في مكة فإنك تخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة، تحرم من الحل من خارج الأميال وتأتي وتأدي العمره.